جمعت سمير غانم وجورج سيدهم علاقة قوية من يوم ما كونوا فريق الثلاثي، وحتى رحيل جورج سيدهم واللي كان رحيله ليه تأثير كبير جدا على صديق عمره سمير غانم. وقال سمير ان افضل رسالة جات له في حياته هي اللي بعتها له جورج سيدهم قبل وفاته، فيا ترى ايه هي القصة؟ مشاهدينا الكرام، معكم علا ناصر، اهلا بكم. في لقاء سابق للفنان الراحل سمير غانم قال فيه ان انفصال الثلاثي اضواء المسرح جه بعد وفاة الضيف احمد، وقال ان في كتير جدا حاولوا تقليده على المسرح، ولكن الفنان روح مش مجرد شكل وحركات. وقال ان افضل مباركة جات ليه في حياته هي مباركة جورج سيدهم على الواتساب، وبعت ليه رسالة اثرت فيه جدا، وكانت الرسالة: حبيبي سمير، تكريمك هو تكريمي لمشوار عشناه معا، فعندما تتوج لجائزة فاتن حمامة فهي تطوق عنقي، ادعي لي. وقال سمير غانم ان في الكوميديا موهبة وصعب تعلمها، فلو شخص دمه تقيل ازاي ممكن يضحكنا؟ وقال سمير غانم خلال الندوة التكريمية في مهرجان القاهرة السينمائي في تصريحات سابقة قبل وفاته ان عدم تقديمه تراجيدي في حياته كان بسبب حب المخرجين ليه في تقديمه الضحك. فمثلا المخرج خالد مرعي كان خايف من تقديم سمير التراجيدي، وكان بعد تقديمه اتبسط جدا لدرجة انه ما عادش ولا مشهد خلال التصوير، ودي حاجة مذهلة لان من المستحيل ان كل المشاهد تطلع بالشكل اللي عايزه المخرج من اول مرة. وقال سمير غانم ان ابسط الحاجات بتضحكه، وذكر موقف ليه مع الضيف احمد وكانوا في عزا واخو المتوفي كان رايح جاي وكان شكله مبسوط، وسألت الضيف هو مال أخوه المرحوم مبسوط ليه؟ قال لي الواضح إن محدش قال إن أخوه مات، فقلبنا العزا ضحك. وجورج سيدهم من مواليد مدينة جرجب ومحافظة سوهاج، وتخرج من كلية الزراعة جامعة عين شمس سنة 1961 قسم إنتاج حيواني، وحصل على ماجستير في تلقيح الصناعي، وكان بيستعد للدكتوراه لكنه توقف بسبب انشغاله وحبه للفن. وبدأ جورجو مشواره الفني كموظف في فرقة التلفزيون المسرحي اللي تكونت مع بداية الإرسال التلفزيوني في مصر أوائل الستينات، وبعدها انضم مع فريق ثلاثي أضواء المسرح اللي كونها المخرج التلفزيوني محمد سالم، وضمت جورجو والضيف أحمد وسمير غانم، ومن هنا بدأت العلاقة التاريخية بين سمير وجورج، وحققت فرقة الثلاثي نجاحات عظيمة. ورغم وفاة الضيف أحمد سنة 1970 استمر تعاون جورج سيدهم وسمير غانم اللي كانوا بيصنعوه حالة فنية رائعة، وقدروا يقدموه عدد من الأعمال المسرحية، ومنها أنت اللي قتلت عليوة، وموسيقى في الحي الشرقي، وجودي وروميت، وأهلا يا دكتور، والأخيرة كانت سببا في تعارف سمير غانم وشريكة عمره دلال عبد العزيز اللي اكتشفها وقدمها المسرح جورج سيدهم، وكان له دور كبير في زواج سمير ودلال. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. اكتبوا لنا في الكومنتات ايه أكتر حاجة حبيتوها لثلاثي أضواء المسرح، ولا لقاء آخر. دمتم في أمان الله.